تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم بمتحف الشارقة للآثار فعاليات ندوة متاحفنا بين الواقع والطموح نحو بيئة عمل نموذجية في المتاحف الخليجية، والتي تنظمها إدارة متاحف الشارقة ومتحف الشارقة للآثار وبمشاركات خليجية عربية وعالمية واسعة، وتمتد فعاليات الندوة حتى 20 من الشهر الجاري. تتبنى إدارة متاحف الشارقة تنظيم ندوة متاحفنا بين الواقع والطموح نحو بيئة عمل نموذجية في المتاحف الخليجية، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة لمناقشة كافة الجوانب ذات الصلة والتي من شأنها تطوير البيئة العملية في المتاحف الخليجية. وأكدت سعادة منال عطايا مدير عام إدارة متاحف الشارقة في كلمتها أن هذه الندوة تهدف إلى مناقشة العلاقة بين المتاحف وكل من الجامعات والمؤسسات الثقافية وآفاقها وسبل تعزيزها ومعالجة المعوقات والتحديات التي تعترض مسيرتها، إضافة إلى ذلك تشكل هذه الندوة منصة لعرض بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، حيث تسعى الندوة إلى الخروج برؤية متكاملة ترتقي بمستوى العلاقة بين المتاحف والجامعات والمؤسسات الثقافية بما يسهم في تطوير بيئة العمل في المتاحف الخليجية. إن من نافلة القول الحديث عن أهمية المتاحف في عصرنا الحاضر باعتبارها وعاء لحفظ التراث والتاريخ والفنون في بلد ما، ونافذة يطل منها الزوار على هذه الموروثات الغنية وخصوصا في الوطن العربي، ويتعرفون من خلالها على حضارته وثقافة أهله الثرية وكل ما سبق معروف وغير مستغرب. ولا أحسب أن أحدا من القائمين على أمر المتاحف في الخليج العربي على الأقل لا يدرك أهمية دور المتاحف في هذا السياق. وقد اشتملت فعاليات اليوم الأول على عدد من الجلسات التي ناقشت محاور عديدة، ومن أهمها الصلة بين برامج الدراسات المتحفية في الجامعات واحتياجات المتاحف الفعلية. أن هناك حاجة كبيرة إلى تعزيز العلاقة بين دوائر التراث والمتاحف وبين المؤسسات الأكاديمية وخصوصا الجامعات والمعاهد العليا. وتناولت الجلسة الثانية العلاقة بين الجامعات والمتاحف والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها. أما الجلسة الثالثة فقد تناولت دور المؤسسات الثقافية في تنمية بيئة العمل في المتاحف. وأخيرا طرحت الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الأول عرضا للتجارب وممارسات ناجحة في مجال تطوير العلاقة بين المتاحف والجامعات والمؤسسات الثقافية. ومن خلال هذه الندوة تؤكد إدارة متاحف الشارقة حرصها على تفعيل دور المتحف العربي وتحويله إلى مؤسسة فاعلة في المجتمع، حيث تأمل أن تخرج من خلال الجلسات المختلفة بتصور لمنهج عملي علمي واضح يسمو بهذه العلاقة ويثمر في خدمة تعليمية وثقافية لكافة الزوار.